بتهدأ سوريا والقلب بيعشق سوريا العز بيهدأ سوريا والقلب بيعشق سوريا وحياة الأول سماها لو تطلب روحي فداها سوريا حب الأرض الشعب الوطن الغالي يا رب تبارك سوريا العز بيهدأ سوريا والقلب بيعشق سوريا العز بيهدأ سوريا والقلب بيعشق سوريا وحياة الأول سماها لو تطلب روحي فداها سوريا الحب العرض الشعب الوطن الغالي يا رب تبارك صباح الخير صباح سوري رح نعيش تفاصيله معكم مشاهدينا وما كنتوا عم تتابعونا ملامح نهار جديد عم نبداها من دمشق أرض الياسمين مهد السلامة والمحبة لكل العالم مشوارنا لليوم رح يتضمن محطات عديدة ومتنوعة أكيد تحيتنا الدائمة لأبطال الجيش العربي السوري اليوم حتكون تحية مختلفة وخاصة من خلال ضيوف وتقارير عن حماة الديار رجال الحق بالميادين ننقلكم صباحكم عزة يسعد صباحك سالي يسعد صباحك زينب وأكيد صباح جديد من قلب دمشق اللي لازالت العتا عنوان صمود ومقاومة مستمرة اليوم أبطالنا حماة الديار باتوا أسطورة عقائدية هي عنوان لمستقبل سوريا فصباح الخير لكل عم يشاركنا صباحنا لليوم ومشوارنا رح يبدأ لكن بعد الفاصل الخاص بهاليوم والتحية الخاصة اللي نحن نتابعها سوا كل أولادي أنا أولاد سوريا كلها هي أولادي والنساء والأمهات هي أمهات شهداء صدقيني أنا بشعر مع كل أم فقدت ابنها مع كل زوجة فقدت زوجها لأنه هذا الشيء ما حدا بيقدر بيحس فيه إلا صاحبه مهما حسينا ومهما أعطيناهن ما رح نعطيهم الشيء اللي راح منهم الغالي لأنه فأنا سعيدة جداً بس أنا واثقة بأنه هذا الجيش رح يخلينا ننتصر بإذن الله على كل العالم اللي بيكرهونا يعني سالية مثل ما تابعنا اليوم 1 آب هو عيد تأسيس الجيش العربي السوري يمكن هالعيد سالي مميز هالسنة لأنه طبعا مكلل بانتصارات الجيش العربي السوري وأكيد دائما نحن بكل صباحاتنا دائما في تحية خاصة لأبطال الجيش العربي السوري الله يحميهم وين ما كانوا ويمكن العالم كله سالي لما مرت من ساحة الأمويين شافت كمان صرح بيقدم تحية للجيش العربي السوري أكيد يا زينب أقل ما يمكن هو اليوم وقفة صغيرة لفخرنا وعزنا اللي هن أبطال الجيش العربي السوري يعني الانتصارات يلي حققها على مدار 6 سنوات هي أسطورة طبعا أكيد. رح يكتبها التاريخ إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير وخاصة أنه بنفتخر بجيشنا العربي أكيد. السوري أنه هو من أقوى الجيوش العربية والعالمية أكيد هلأ رح نروح أكيد لقراءة سريعة عن أهم الأحداث اللي سجلتها روزنامة اليوم عبر طبعا التاريخ وتركت بصمتها بحياتنا ونتعرف عليها بالتقرير التالي لكل يوم أحداثه وأخباره منها ما يترك بصمة في سجلات التاريخ ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر في مثل هذا اليوم من العام 1498 كريستوفر كولومبوس يكتشف فنزويلا وفي العام 1774 اكتشاف عنصر الأكسجين وفي عام 1834 صدور أول طابع بريدي في البرازيل وفي العام 1933 القيام بأول رحلة لشركة طيران وطنية مصرية بين مدينتي القاهرة والإسكندرية وفي مثل هذا اليوم من العام 1964 تأسيس الجيش العربي السوري ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1885 جورج هيفشي عالم كيمياء هنغاري حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1943
أما أبرز الشخصيات التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 2014، سعيد صالح ممثل مصري. صباحنا لسه بأوله، يمكن سوى نشهد خلال ساعة القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. زينب، سوريا وبفترات تاريخها المزدهر منها والصعب كان للمرأة دور أساسي بجميع الظروف بدعم المجتمع وبحمايته جنبا إلى جنب مع الرجل، وكانت أهم الأمثلة التي تغنى بها التاريخ ومثال المرأة العربية والسورية خاصة يلي سطرت أروع الملاحم بالعطاء وبالتضحية. بيستمر التاريخ بذكر آلاف القصص والملاحم اللي عم تعطي المرأة حقها في إظهار مكانتها ودورها في بناء المجتمع والدفاع عنه والتضحية لأجل رفعته. بمناسبة عيد الجيش رح نتعمق أكثر بدور المرأة بالجيش العربي السوري مع أول امرأة حصلت على رتبة لواء. ضيفتنا لليوم اللواء نبال عبود، مديرة مكتب شؤون الشهداء. يسعد صباحك، كل عام وأنت بألف خير. صباح الخير، كل عام وأنتم بألف خير. أنا نبال بدر مو نبال عبود. نبال بدر، أهلا وسهلا فيكي. يعني على مر التاريخ سيادة اللواء كان دور كبير للمرأة العربية والسورية خاصة بالمجتمعات، اليوم لأي درجة ازداد انضمام المرأة لصفوف الجيش العربي السوري بشكل أكبر وصارت تدافع عن وطنها جنب إلى جنب مع الرجل، يعني إلى دور كتير كبير سيادة اللواء؟ طبعا دور المرأة ما أنه جديد وخاصة بسوريا. دور المرأة بلش من الملكة زنوبيا قادة جيش. نعم صحيح، ما كانت عنصر بالجيش، لا قادة جيش واستشهدت وهي بقيادة جيشها، وجانا بعد مراحل كتير عبر التاريخ من أيام العثمانيين وصلنا لمحاربة الاستعمار الفرنسي. دائما كان للمرأة دور رائد بكل المجالات، يمكن بوقتها ما دخلت بسلك الجيش العربي السوري بس كان دورها كأم تنتج هالجيش. نعم. هلأ البطل يلي لولاه ما صمد وطننا وما قدرنا ننتصر، وهلأ إن شاء الله بلشنا نقطف ثمار لولاكم، يعني أكيد ثمار مو بس لولانا، لولا كل أم وكل أب أكيد. لولا هالشعب الصامد بقيادة الرئيس قائد الجيش العام للقوات للجيش والقوات المسلحة الرئيس بشار الأسد بجيشه، قدرنا نحقق هلأ إن شاء الله نقطف ثمار النصر ونتطور، وأنه عطانا قدر، يعني هي بيدل على قديش سوريا ولادة وقدرانة تعطي، وهي أنه حتى بجيشها صمد وكافح وانتصر. هات كلياته بيرجع لشعبنا البطل، يعني لولا شعبنا البطل ما كان هي. شكر أكيد لأمهاتنا يلي قدروا يربونا ويخلوا ويشجعوا أولادهم للانضمام للصفوف الجيش العربي السوري لحتى نحسن ندافع عن وطننا ونحافظ على كرامتنا وعزتنا. أكيد مثل ما قلتي يمكن هو لوحة متكاملة الشعب. نعم. السوري طبعاً. خلينا نحكي أنه نحن ما منستغرب لما نسمع أنه حصلت أي امرأة بسوريا على منصب ما، لأنه من الستينات طبعاً دائما المرأة كانت أخذ حقوقها لليوم، لكن دائما المميز أنه بالأزمات المرأة حاضرة دائما وخاصة بالجيش العربي السوري. سمعنا عن كتير أمثلة نفتخر فيها، إن كانت طبعاً طبيبة مع الجيش العربي السوري، إن كانت مثلا مديرة مكتب شؤون الشهداء، كانت مسؤولة عن ملف جرحى. يعني هي المسؤولية اللي انت اليوم مسؤولة عنها، خاصة انك انت ام كمان صرت اليوم مسؤولة عن ملفات حساسة بتخص كل بيت وكل عائلة طبعا سورية طبعا. تحكي لنا كمان عن هي المسؤولية الكبيرة. هلا هي مسؤولية، يعني مسؤولية بتنبع من الداخل بكل واحد فينا خلال، وخاصة هالأزمة اللي تعرضنا لها، كل واحد فينا حس انه هو جندي. صح نحن بمكاتبنا بس أكيد عم ندافع عن وطننا بعدة أوجه. صحيح. احترامنا للشهيد، تقديرنا لإله، معاملتنا لزويه، اهتمامنا فيهم أكيد بدها تخلينا نطلب التطور والتقدم الدائم، بدها تخلينا مثل ما هلا الجندي عم يشارك بالجبهات عن دفاع على وطنه
بدنا نحن كمان ندافع ضمن مكاتبنا. وبصراحة خلال هالأزمة كل شعبنا هو جنود، نعم، عم يدافعوا وعم يناضلوا. كل إنسان صمد بسوريا وهو إنسان عم يدافع بطريقة ما هو جندي. نحن اللي خلانا كمان يشجعنا أكثر بصراحة أمهات الشهداء، نعم، يلي عم نشوفهم ويلي عم يجوا بكل إيمان وبكل صبر وبكل فخر إنهم هن يقدموا أولادهم لهالوطن. هي شغلة رائعة. نعم. أنا وقت تجيني ست مقدمة أولادها توأم مقدمتهم إنه لا أنا ما بميز واحد عن واحد، خليهم مدام عندهم القدرة هن الاثنين إنهم يدافعوا. أنا بصراحة أنا سألتها إنه عندك طفل صغير وقت قدمتين؟ قالت لي قدمتهم طبعا، بدي أقدمهم لهالوطن. واستشهدوا ومثل ما الله عطاني الله أخذ، واجبهم. أنا قدمت واجبي واجبهم. أنا شفت الأم السورية يعني قوتها جبارة. وقت هالأم يلي قدمت توأم عندها بهالقوة والصلابة، يلي هي بتطلب مني إنه أنت أي أم هلأ بتجي وعندها قدرة على الإنجاب، أنت لازم يكون من واجباتكم كمكتب شهداء تشجعون إنه لازم تتابعوا الإنجاب، لأن نحن بدنا نضل نجيب أجيال وراء أجيال تدافع عن هالوطن. نحن الأم الفلسطينية ما أقوى منا. هاي كلامها لأم الشهيدين. نعم. إنه الأم الفلسطينية ما أقوى منا. نعم. الأم يلي بالمقاومة بالجنوب ما أقوى مننا. نحن على مر التاريخ كانت الأم السورية متميزة ولازم نضل متميزين. وكانت هلأ خبرتني إنه هي حامل ورب العالمين هلأ ما رزق غير ولد، بس رح تستمر مشان، نعم، ترجع تجيب لنا أجيال قادمة تبنيهم على نفس التربية اللي ربت ولادها فيهم ليخدموا الوطن ويقدموا أرواحهم في ظل الوطن. نعم سيادة اللواء، أكيد سوريا ولادة أكيد محال أن ينتهي الليمون مثل ما يقال. خلينا نروح كمان، رح نستمر بحوارنا لكن رح ننتقل لمحافظة القامشلي ومع نساء كنا رديفات لجنود الجيش العربي السوري بجميع الظروف. تحية منهم وإلون عيد حماة الديار. المزيد بتقرير مراسلنا محمد الصغير. هي الأخت والزوجة والأم والصديقة ورفيقة الدرب، المرأة السورية. منذ بداية الحرب على سوريا لم تغفل عزيمتها لحظة واحدة، كانت حاضرة في جميع الميادين حتى في ساحة المعركة إلى جانب رجال الجيش العربي السوري. أولاً بحب عيد الجيش العربي السوري بهالمناسبة، بعيد الجيش والله يسرهم يا رب. ثانياً بحب أكد على دور المرأة كثير، لأنه نحن وقفنا صف جنب لجنب مع الجيش والقيادات العليا وأخذنا دورنا بكامله، يعني كأم كزوجي كمبرمة، ونحن إيد بإيد مع الجيش إن شاء الله بالسلاح وبغير السلاح. إن المرأة اليوم هي ليست نصف المجتمع بل أصبحت المجتمع بأكمله، فهي الأم التي تنجب وتربي، وهي المعلمة التي تدرس، وهي أيضا اليوم أصبحت مع الجيش وتشارك الرجل السوري، وأصبحنا مثل الرجل السوري مدافع عن الأرض وعن العرب. المرأة السورية أثبتت في الحرب التي تتعرض لها سوريا منذ أكثر من 6 سنوات أنها كانت وما زالت وسط الرجال مهما ضاقت الظروف، يدا بيد مع رجال الجيش العربي السوري حتى تحقيق النصر. نحن ساندنا الجيش العربي السوري، نحن معه في البيت وفي الميدان، لا نرضى لنكون جزء من نصر الجيش العربي السوري، وكل عام وانتم بخير للجيش العربي السوري. احنا عم نشارك مع الجيش ورح نشارك معه دائما في كل مراحله وكل قتالاته لحتى نحقق نصر سوريا، وان شاء الله يا رب نكون نحن وهو ايد واحده ورح نحقق هالنصر ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير للجيش وقائد الجيش. في ساحة القتال تضع يدها على الزناد وعينها كعين الصقر تترصد بكل حذر العدو وتضرب نيرانها لا ترحم، فكيف لا وهي الأم التي تحمي أولادها من أي خطر. المرأة السورية تلتحق بصفوف الجيش العربي السوري وهي تعلم أن في هذه الحرب لا خيار أمامها إلا القتال حتى الشهادة. Thank you.
يعني بعد هالتقرير يلي تابعناه قديش المرأة أثبتت وجودها بظل هيدي الحرب، بظل هاي الظروف، بظل هالأزمة. مثل ما تفضلتي سيادة اللواء، حكينا عن دور المرأة بكافة المجالات طبعا. وكافة الميادين. قديش كان دخولها لصفوف الجيش العربي السوري زاد من قوتها، زاد من عزيمتها، زاد من إصرارها بالدفاع عن الوطن، طبعا إلى جانب رجال الجيش العربي السوري. نحن من وقت ما دخلنا بسلك الجيش العربي السوري كان عنا طموح انه نحن الرجل عنا ما بيتميز عن المرأة لحتى تدخل اي مجال بما فيهم المجال العسكري. نعم. وبصراحة اخذنا دورنا الكامل من خلال مؤسسة العسكرية اللي اثبتت جدارتها وقوتها وصمودها، اثبتت اهميتها وقديش عطت من بداية من قبل الازمة، من وقت اللي دخلوا المرأة لهالصفوف هي، وكان إنه في مناصب إدارية ومناصب مهمة وحساسة، صارت المرأة بالأزمة حست إنه لا، إنه أنا لازم حتى أحمل السلاح، مو بس كون كمنصب عسكري إداري أو هي، مارست حق الكامل إلى جانب الرجل بكل المهام. نحن من البداية كنا متطوعين بسلك العسكري كجامعيين، كأطباء، كحقوقيين، كافة المجالات الجامعية والكلية الحربية للبنات كمان أخذتهم وهيئتهم ودربتهم، وكانوا يعني دربنا بتدريبات لا تقل عن تدريبات الرجل. هذا الشيء هو كان من دافع اللي خلانا نستمر ونقوى، وقت اللي شفنا انه بلدنا انه لا محتاج كل واحد فينا يحمل سلاحه، حتى ما بس ضلوا على ضمن نطاق الكلية، وهي صار في تطوع، لا في عنا صار بنات قناصات وتميزوا تميزوا بعملهم، صار عنا صبي انه لا انا بدي سوق دبابة، وهي متعلمة خلال تدريبها انها تسوق دبابة. حلو. وتفوقت حتى بعملها هاد انه تقدر بكل العمليات يلي عم يقوم فيها الجندي او الضابط السوري، قدرنا نقوم فيها على اكمل وجه، حتى بالمراسلات الحربيات. نعم. يلي قلبهم صار اقوى من الصخر وينزلوا مع يعني جنودنا بقلب المعارك تصويرهم، ما بتفرق معهم لا انه يكون مثلا في خطوره في هي، انه لا نحن مثلنا مثلكم. وقت قرر السيد الرئيس يضمنا للجيش العربي السوري ما ميز بين الانثى وبين الذكر، انه هاد جيشنا وهاد املنا. نعم. وفعلا ثبت انه قدرنا نحقق انتصارات كثير كبيره، ثبتنا تميز، ولازم هلا ان صرنا عم ننافس بكل المجالات، ان كانت قياديه وإن كانت بحمل السلاح وإن كانت بالمدفع أو الدبابة، فعنا الإمكانية الكاملة والقوة. وفي شيء بيميزنا نحن عن الرجل، إنه بشكل عام المرأة عندها القدرة على التركيز، أنا ما بدي أقول إنه أكثر من الرجل، بس بطبيعة بطبيعة المرأة يعني بتنظم، تقدر تنظم حياتها العائلية ومسؤولياتها يلي هي بالبيت أكثر من الرجل، وتحسن تنظم أولادها وتوصلهم وتعلمهم وتوصلهم لمراكز علمية عالية بالإضافة لواجباتها الاجتماعية وواجباتها العملية. فيمكن رب العالمين خلقنا بتكويننا إنه منظمين، ونحسن نعطي كل حق حقه، ونكون حقانيين زيادة عن اللزوم. نعم. لأن الأم ما بتتعلم تميز بين أولادها، فبالعمل بتضل جدية كتير وبتميز الأفضل والأنجح بعملها. هذا الشيء بخلينا نتميز فيه وننجح وتفوق، وحتى قناصاتنا يعني أخذوا صيت رائع. أكيد قناصات دارية، وفي منهم شهيدات أيضا من عنا شهيدة. نعم الله يرحمها. نعم الله يرحمهم. يعني هن مثال للمرأة السورية فعلا. أكيد. اللي أثبتت أنه طبعًا. هي بالسلم وبالحرب طبعًا. وبكل المواقف اللي بتمرق فيها بلادها هي موجودة وحاضرة طبعًا. بدي أسألك بس في عنا لألفت الانتباه أنه في عنا صبية وحيدة لأهلها. نعم. هي وأهلها
وافقوا واهله يعني انه ما عندهم غيره وما هاد انه انا لا بدي دافع عن وطني. نعم. مو بس الشباب بيدافعوا عن وطنهم وانا بدي دافع عن وطني. حتى الام لو مقوته وصلابته اقوى من بنتها اكيد كمان ما كانت بعتتها. اكيد. سيادة لواء انا بدي احكي عن تجربتك بدخولك للجيش. نعم. العربي السوري. كيف قررتي كصبيه تدخلي على الكليه الحربيه وتحكي لنا كيف دخلتي على الجيش؟ شو كان شعورك؟ شو علمك الجيش العربي السوري؟ اليوم وصلتي لمنصب يمكن بتحسي انه انت كل الاهالي هن صاروا جزء منك. طبعا. اليوم بدك انت تنظمي لهم امورهم. هذا الشيء بكل بيت سوري موجود. طبعا. فكيف راح كمان تطوري هذا الشغل وتحكي لنا عن التجربه بشكل عام؟ لا بدايه انا بنت المؤسسه العسكريه. الله يرحمه والدي كان كمان ضابط بالجيش العربي السوري وزوجي كمان ابن المؤسسة أبوه كان ضابط بالجيش العربي السوري. نحن حضرنا حرب 67 نتذكر جزء منها. نعم. حرب 73 عطتنا الرغبة والحب إنه نلبس هالبدلة ونتكرم فيها. وقت كنا نشوف جنودنا ونحن بحرب 73 كنا صغار وهي نركض ورا العسكري، العسكري يهتم فينا، نشوف قديش هو إنسان مهم، نشوف الطيارات كيف نركض معهم نحاول بدل ما نحن نكون انه مثلا بدنا نحاول نخدمه للعسكري اللي شايفينه يركضوا هن عم يعتنوا بالوطن وعم يعتنوا فينا كمواطنين. نشوف اندفاعهم، نشوف حسينا بطعم النصر وقت كنا متماشيين نحن معهم لحظه بلحظه. وقت كلياتنا كشعب سوري كنا حاسين واثقين من أول يوم أنه النصر لإلنا. نعم. فنحن عشنا بهالمراحل. والدتي أكيد إلى أثر كمان كأنه الأب العسكري أغلب وقته هو خارج بعمله. فالأم تأخذ دور عسكري كمان بالبيت فمتربى بشكل شوي شديد وبيكون اتجاهك أنت أنه هالبدلة هي شرف كتير كبير وخاصة وقت حققنا النصر. ويعني العالم يعني كلياتنا صغار وكبار وقت فرحنا بالنصر وطار عقلنا كنا نشوف الدفاع الوطني نقول لهم شاركونا معكم نحاول بأي طريقة نشوف أمهاتنا شلون عم يطبخوا شلون عم يعتنوا شلون عم بدهم بس يخدموا هالعسكرية اللي عم يقوموا. نعم. على حمايتنا وهي فهذا أثر كتير فينا. وقت اللي ارتبطنا أنا وزوجي كمان هو كان بالجيش متطوع بالجيش العربي السوري كطبيب فنحن بالجامعة كان ولهلأ في تطوع من أول سنة بالجامعة. صحيح. فنحن تطوعنا واستمرنا بهالجو وصراحة يعني في رعاية تامة كانت لأبناء العسكريين لظروفهم العملية وهي فدائما كان في العناية والتوجيه إن كان من البيت وإن كان ما فينا ننكر فضل مدارسنا والمنظمات الشبيبة اللي كنا نتبع لها وهي كلياتها كان فيها يعني شيء مغروس بداخلنا للدفاع عن هالوطن. فلقينا إنه أشرف شيء لإلنا هو هالسلك العسكري نحسن نقدم فيه ونكون مثل ما كانوا آبائنا. نعم. وإن شاء الله الله يقدرنا. طبعا أكيد وجود يعني الزوج المساعد الأولاد بدون يساعدوا أهلك بدون يساعدوا لأن الحياة معنا يعني بسيطة خاصة للحياة العسكرية فبيكون في تعاون من العائلة الأولاد كمان معيشين بنفس الجو العسكري هلا نوعا ما نسبيا اجباري لان الام بالبيت بدها تاخذ دورها ودور هي الأب. فاجباري بدك تكوني شديده لحتى شوي نحسن ننشئ جيل صالح. صحيح. وبظن هلا مستقبلا انتم مراحلكم هلا بدنا نشوف بظن تطوع اكثر ان كان شباب ولا ان كان بنات. نعم. لان احنا عشنا الحروب وعشنا شو معنى العسكريه وهلا هالجيل هاد انا ماني خايفه عليه رح يطلع لنا مستقبلا كمان جيش قوي وصامد وهي من شان يضل يحقق الشيء يلي حققه جيشنا حاليا. تمام. سعادة
سيادة اللواء، قبل ما نختم معك، كان حديثنا اليوم مركز على دور المرأة، قديش كانت المرأة رديف للجيش العربي السوري بكل المجالات. حكينا عن المراسلات الحربيات، حكينا عن القناصات. بدنا نترحم على أميرة الإخبارية السورية، أميرة الشهداء، الزميلة يارا عباس، يلي كانت مثال للمرأة يلي كان عندها طموح، يلي كان عندها شغف لأنه تكون بأرض الميدان. بدنا نترحم أكيد على روحها وروح جميع شهداء الأعلام أكيد. وبدنا كلمة أخيرة من سيادة اللواء نبال بدر، يلي نالت هيدي الرتبة وكانت أول المرأة بتنال رتبة لواء. أول شيء بدي أتشكر شعبنا الصامد، بدي أتشكر لأن شعبنا هو يلي أنتج لنا هالجيش بقيادة رئيسنا الفريق بشار حافظ الأسد. بدي أتشكر كل أم شهيد، كل أم جريح. بدي أتشكر كل مؤسسة عم تعنى بزوي الشهداء والجرحى ومدارس أبناء الشهداء يلي عم تخرج لنا هلأ أجيال رائعة متفوقة بكافة المجالات. بدي أتشكر كل إنسان، إن كان أنتوا بألمكم وبصمودكم، الشكر الأكبر لجرحانا يلي هلأ بجراحهم نحن عم تتبلسم جروحنا. نتمنى إن شاء الله نحن صرنا عم نقطف ثمار النصر، نقدر نراعي كل شهدائنا وكل جرحانا ويرجعونا مفقوديننا، وإن شاء الله نقدر نشتغل جزء بسيط من الشيء يلي عم يشتغله سيد الفريق بشار حافظ الأسد والسيدة أسماء والقيادة العامة للاهتمام بزوي الشهداء. نكون عند حسن ظنهم، ما نقصر معهم لا هنين ولا أي فرد بأسرتهم. أكيد أنا بدي أتشكرك وبدي أقول لك نحن فخورين فيك يا عم تمثلي المرأة السورية اللي اجتهدت ووصلت، واليوم ما يمكن بين إيديك ملف بيخص كل بيت سوري وعائلة سورية. بنتمنى لك التوفيق بمهمتك الجديدة وإن شاء الله هيك ينعاد علينا بالنصر، وشكرا كتير لوجودك معنا. شكرا لكم، شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا وكل عام وانتم بألف خير. ألف خير يا رب. زينب، كل حبة تراب بسوريا كانت شاهد على حكاية بطل قدم الأغلى ليبقى الوطن مصان، واليوم مع كل نصر في شعلة أمل عم تحملها كل سيدة وهبت الوطن قطعة من روحها. فشو الكلمات يلي حملت أمنية من زوجات الشهداء؟ منتابع سوا التقرير التالي لزميلتنا هزار عبود. الوطن يبني شبيه الأم، إن رادت ترضع وتفطم، إن رادت توهب وتحرم، بأي حالة اسمها الأم. الوطن يسكن خلايا الدم، غريزة تسري عبر الدم. الوطن عزة وكرامة وصحوة الوجدان. صور أبطال مضوا إلى السماء حاملين معهم إيمانا بوطن وعقيدة جيش خلدت أسماؤهم في ذاكرة الزمن. هم شعلة البداية لأبطال يكملون مسيرهم نحو النصر، خطوات ثابتة راسخة باتت الدمعة في عيون من وهبن جزءا من أرواحهن بريقا يرقب نصرا قريبا. ولا بلحظة شكيت إنه ما رح ننتصر، من إيماني بقضيتنا، من إيماني بالجيش، بشبابنا الأقوياء، بجيشنا. الوطن للي جذوره مثبتة بتاريخ يتزاحم مع الأزمان. كل يوم أنتوا عيدنا يا جيش العربي السوري، كل يوم أنتوا جيش العز، جيش الله المقاتل على الأرض لحمايتنا وحماية سوريا. صقورنا صقور العز، كل سنة وأنتوا صقور العز بسمانة، حامين سمانة. كل صباح مع كل طلعة شمس وأنتوا عبق الياسمين للشام، لكم مني تحية. من الشام تهديكوا عبق ياسمينة، مصياف تهديكوا ريحة نرجسها، من حمص كرومة كروم لوزها وزيتونة، وساحلنا بيهديكوا زهر الليمون والزيتون. ومن قلوبنا الموجوعة قول
لكل مصاب، لكل جريح. جرحك وسام تحمله انت ونحن بنفتخر فيه. جرحك انت حامله بس نحن بقلوبنا، انت حامله بجسمك بس نحن بقلوبنا حاملين جرحك. الوطن للي لأجل الرة نذر نفسه ورخص بابنه، الوطن للي يرد الغارة بالغارة، على الله توكل وجابه أبد ما تنطفي ناره. جنود مو بس عم بيدافعوا عن أرض الوطن، هن حكاية، هن أسطورة، أكيد بيوم من الأيام بده يخلدها التاريخ ويخلدها حكايات الوطن. هن أملنا، هن البسمة اللي منشوفها على وجوه الأولاد، هن البسمة اللي منشوفها على وجوه أي حدا بأرض سوريا، هن الأمل، هن الشمس اللي عم تسطع كل يوم في سماء الوطن. كلهم كل عام وهن بألف خير، كل عام وهن أملنا، كل عام وهن رافعين راسنا، كل عام وهن للنصر أقرب وأقرب. عنا أمل بانتصارهم وبجهودهم وبتعبهم وعم يتحملوا كل شيء، الحر والبرد وكل شيء، يعني كل صعوبات اللي عم تصير هي عم يتحملوها، ونحن متفائلين بانتصارهم. الوطن يبني رقم واحد وبعد مية يجي العالم. الوطن ناموس لليخجل، بنهايتها الوطن يبني، الوطن عرض البني آدم، عرض البني آدم. هو الأمل الذي تحولت معه دموع الحزن إلى وقود حياة مصانة بأيدي حماتها. هم خيوط النصر الأولى التي تنسج حكاياها كل يوم على الأرض، ومع كل تقدم جديد ابتسامة أمل ترسم على وجوه من فقدوا أحبتهم. أمل بنصر محقق على أيديكم حماة الديار. للإخبارية السورية هزار عبود. تعالي، يعني أول شيء منا نوجه تحية لكل زوجة شهيد وأم شهيد. طبعا بتقرير زميلتنا هزار عبود وجهوا تحية أيضا لكل أفراد الجيش العربي السوري. أكيد الرحمة للشهداء والنصر لجيشنا العربي السوري. أكيد يا زينب، بدنا نترحم على جميع الشهداء، وأكيد النصر قريب. أكيد صباحنا هلأ بيحمل طبعا معاني الرجولة، التضحية والإباء. صباحنا مفعم بالمعاني والقيم النبيلة، تضحيات رجال عاهدوا فصدقوا، رجال انتموا لمؤسسة أقل ما يمكن أن توصف بأنها وطنية. الجيش العربي السوري ومنذ تاريخ تأسيسه سطر مشاهد العز والبطولة، وكان وما زال مواعد النصر. فالجيش العربي السوري بات اليوم بيشكل لكل مواطن شريف عامل الأمان والأمل والقدرة على استمرار الحياة بفضل التضحيات اللي عم يقدمها. أكيد محطات مضيئة بتاريخ الجيش العربي السوري، رح نتجول على أبرز الحرب الحالية اللي عم بيخوضها هذا الجيش العقائدي ضد الإرهاب وقوى الغدر والظلام بأشرف واجب وطني حتى تطهير كامل التراب السوري من رش الإرهاب. حديثنا الصباحي لليوم مع المستشار القانوني سيادة العميد أحمد سليمان. كل عام وأنت بخير وصباح الخير. وأنتم بألف خير وسوريا بخير. يسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير. خلينا نرجع بمؤشر الزمن لبداية تأسيس الجيش العربي السوري، وناخذ لمحة تاريخية عن بداية الجيش يلي ولد وتعمد بدماء هالأبطال. أنا بعتقد أنه أغلب السوريين بيعرفوا يعني مراحل تأسيس الجيش العربي السوري، النواة الأولى يلي كانت معركة ميسلون. نعم. لذلك أنا الحقيقة أرغب أن أركز على مرحلتين أراهما هما المرحلتان الأساسيتان في تشكيل هذا الجيش، المرحلة الرسمية والمرحلة الفعلية والحقيقية لتشكيل جيش عربي سوري قوي يستطيع
أن يدافع عن أرض الوطن. مرحلة التأسيس الرسمية كانت إبان الاستقلال وما قبل الجلاء، كانت هناك مداولات في مجلس النواب لتشكيل جيش عربي سوري، بريطانيا وفرنسا رفضتا ذلك، قالوا يكفي فوج أمني. وعندما أحبط مجلس النواب والحكومة السورية خرج الشعب السوري إلى الشارع، قام بمظاهرات ورفع شعارا بسيطا وواضحا، قال كلمته ولا كلمة بعد كلام الشعب، ما في عيش بلا جيش. قرن الشعب السوري حياته الحياة بالجيش، فتشكل الجيش العربي السوري رسميا. لذلك الجيش العربي السوري تشكيله هو إرادة شعبية، هي إرادة الشعب العربي في سوريا. أما المرحلة الثانية فهي عام 1970 عندما تسلم الرئيس القائد أسد مهامه بعد انتخابات رئاسة الجمهورية، وكان أيضا قائدا عاما للجيش والقوات المسلحة. منذ ذاك التاريخ بدأ يختلف الجيش العربي السوري في العدد، في العتاد، في التدريب وفي العقيدة. وكان أول اختبار لهذا الجيش الذي تدرب على سلاح نوعي جديد وأخفى سلاحه وأخفى تدريباته، كانت أول تجربة له هي حرب تشرين. إذن الجيش العربي السوري أصبح جيشا قويا قادرا على الدفاع عن أرض الوطن، وقادر أيضا على استعادة الكرامة العربية وعلى الانكسار الذي أصيب به الشارع العربي والشارع السوري من هزيمة 67. إذن تغير في العدد والعتاد والتدريب والعقيدة، هاتان المرحلتان هما الأساس في هذا الجيش العربي السوري. نعم، محطات مضيئة وأيضا يمكن مواقف ومحطات لا تنسى طبعا عند الجيش العربي السوري. لكن 7 سنوات من الحرب الكونية على سوريا، كل اللي سمع عن صمود الجيش العربي السوري يعني اعترف بقوته، بعزيمته، بحبه لوطنه. هال7 سنين حرب إرهابية كبيرة على سوريا، سوريا كانت بمواجهة الإرهاب لكل العالم، عم تحمي كل العالم من الإرهاب، فينا نعتبر مو بس سوريا. خلينا نحكي عن طبعا هالحرب التكفيرية وعن صمود الجيش بهال7 سنين. الحقيقة أحيانا لا يفصل البعض، يعتقدون أننا نخوض حرب مختلفة، هي حرب نفسها تتكرر، المتغير هو الوسيلة. والأسماء. العدو نفسه لم يتغير. إذا عدنا بالتاريخ، العثمانيين هم الذين كانوا يستعمرون هذه المنطقة. صحيح. بريطانيا، فرنسا، الكيان الصهيوني الذي زرع، الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم وجود هذا الكيان وحلت محل الاستعمارين. حربنا الآن هؤلاء أنفسهم الذين يدعمون الإرهاب ويمولون الإرهاب، وهم الذين يدربون، طبعا إضافة إلى عملاء في الخليج، حكومات مصطنعة هم أوجدوها. الحرب نفسها لم تتغير، العدو واحد هو الاستعمار، الهدف واحد نهب خيرات البلاد، لدينا نفط، لدينا غاز، ثروات باطنية، نحن سوق تصريف وأيدي عاملة، يريدون أن يسيطروا على هذه المنطقة. المتبقي من كل الجيوش العربية هو الجيش العربي السوري. هناك 3 جيوش قوية كانت موجودة في المنطقة تم إزاحتها، الجيش المصري باتفاقية إذعان. صحيح. بسلام إذعان خرج الجيش المصري من الساحة العربية ومن دعم القضية الفلسطينية، الجيش العربي السوري بقي، وكان الجيش العراقي تم إجهاض هذا الجيش وتم حله عندما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق. لم يبقى إلا الجيش العربي السوري داعم لخط المقاومة الفلسطينية والمقاومة الشريفة، وهو ذو نهج لم يضع يده أي مسؤول سوري بيد أي مسؤول في الكيان الصهيوني حتى تاريخه.
ومعروف هذا النهج، ولا أحد يستطيع أن يزاود على الجيش العربي السوري الوطني الذي حارب الكيان في فلسطين ب48 وحاربه على حدودنا لاسترجاع أرضنا ب73 وحارب الكيان أيضا على الأرض اللبنانية وقدمنا آلاف الشهداء. لا أحد يزاود على وطنية وقومية وإنسانية هذا الجيش. أما بالنسبة للإرهاب فهو وسيلة استخدمته هذه القوى الآن، وسيلة لتدمير هذا البلد، لتدمير هذا الجيش الباقي للسيطرة على المنطقة. نعم. الإرهاب الحديث الذي نواجهه يختلف فعلا عن الإرهاب المنتشر في العالم، لأن لدينا الآن تنظيمات ونحن نصر على أن هذه التنظيمات بكل قوتها لم تبرز إلا بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. نعم نعم. يعني سيادة العميد، الدليل على صمود أبطال الجيش العربي السوري أنه ما زال لحد هلأ عم بيسطر بطولات، ما زال قوي، ما زال صنديد، رغم أنه الإرهاب حاول أنه يضعفه لكن ما زال. خلينا نحكي بس شوي كيف عم يتعامل هلأ القوى والجيش مع هالحرب الطاحنة مع هالإرهاب، يعني يلي بيختلف يمكن شوي عن السابق. يعني هو خاض حروب كتير ولكن هيدي الحرب الشرسة إلى شيء معين كونها هي مستهدفة أنه تضعف قوة الجيش. الإرهاب الحالي له خطان مزدوجان، يقاتل كجيش ويقاتل كعصابات. بالنسبة للمقاتل السوري، يعني عندما نذكر الحروب في العالم، الحروب التاريخية دائما تسلط الأضواء ربما على قائد استطاع أن ينجز النصر، ربما على بعض المقاتلين الذين قاموا بعمل بطولي نسلط الضوء عليهم. ما يختلف الأمر الآن، الجيش العربي السوري الآن، المقاتل السوري الآن، نحن أمام ما هو تعداد الجيش العربي السوري؟ هو تعداد للبطولة. كل مقاتل سوري لديه قصة، كل شهيد لديه قصة بطولة، كل جريح لديه قصة بطولة، كل مقاتل سوري الآن على الأرض لديه قصص. 7 سنوات، هذا العام السابع، من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى جرحى الجيش العربي السوري. نعم. وإلى مقاتلي الجيش العربي السوري الذين لا زالوا الآن يقاتلون. تكيف الجيش العربي السوري مع الجديد هو حرب العصابات، والجديد هو أن هذه التنظيمات احتلت مواقع فيها مواطنين أبرياء، ولكن استطاع أن يستوعب الجيش هذه التجربة واستطاع أن يتعامل معها، بدليل أن جيشنا العربي السوري منتشر في كل أنحاء الجمهورية. نعم. يقوم بعملية تنظيف لكل هذه القذارة والوساخة، وبصمة عناصر الجيش العربي السوري لا تمحى على الأرض السورية، هي بصمة الدم ولكنها بصمة الحياة على رقعة الموت. نعم. أكيد. يعني بهذا الكلام الجميل سيادة العميد، أنا بدي أتشكر وجودك وبدي أقول لك العام وأنت بخير إن شاء الله. أعيادنا كلها تكلل بالنصر وبيكفي شعار الجيش العربي السوري اللي هو الوطن والشرف والإخلاص ليختصر من هو الجيش العربي السوري. شكرا لوجودك إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. شكرا لوجودك. شكراً معنا لكم. سيادة العميد، وكل عام وأنت بخير. وأنتم بألف خير. شكرا كثير لك. أما هلأ حننتقل لمحافظة طرطوس، وكلمات وجهها سوري لجيش الحق لمصدر قوتنا وصمودنا، رصد مراسلنا محمد حسن. خلونا نتابع سوا. هز الأرض طول وعرض، يا هالجيش اللون شبيدك لون العز، واحمي العرض وتراب الأرض وأبشى من صامد عمرك ما بتنهز. هز الأرض طول وعرض، يا هالجيش اللون شبينك لون العز، واحمي العرض وتراب الأرض وأبشى من صامد عمرك ما بتنهز. هيدي بلدك، هيدي عرضك، واجب إنك تحميها، هيدي ورثة جدي وجدك. بوجه تحية لرجال الجيش العربي السوري بمناسبة عيد الجيش، وألف تحية لهم
وبإذن الله محققين الانتصار وين ما كان بأي شبر بالأرض العربية السورية. وكلنا الله يعطيهم العافية وإن شاء الله من نصر لنصر أكبر، والله يوفقين ويحمين ويرحم الشهداء كله ويشفي الجرحى، وإن شاء الله كل عام وانتم بخير. تحية لرجال الشمس، رجال الله، وإن شاء الله منصورين بإذن الله. تحية لرجال الجيش العربي السوري، قلين الله يحييهن ويحميهن، وأكيد نحن منسمن الجهود اللي عم يبذلوها على جبهات القتال، ونحن دائما خلفين وخلف قيادتنا الحكيمة، والله يحمي الجيش العربي السوري. يا وطني دا تكون شوقي وغصب حلقك والحبك عطرابك بيمون والخانك يدف نفسل. هز الأرض طول وعرض يا هالجيش اللون شبيلك لون العز. محطتنا التالية سالي من دمشق، وتحديدا من صرح أنا أحب دمشق في وسط ساحة الأمويين، حيث اجتمع شباب فريق دمشق التطوعي ومؤسسة شباب سوريا للعمل التطوعي للاحتفال بتأسيس الجيش العربي السوري. تفاصيل رصدتها زميلتنا ماتيلدا كربوج. لأنهم حماة الديار ولهم السلام في كل وقت، وبتضحياتهم وحدهم نستمر، فهم حراس الأمان، وبدمائهم نضمن إشراقة غدي سوريا. احتفالاً بعيد الجيش العربي السوري، أقام فريق دمشق التطوعي بالتعاون مع محافظة دمشق ومشروع بكرة إلنا واتحاد شبيبة الثورة احتفالاً تكريمياً لعيدهم. اليوم عيدنا نحن، عيد تأسيس الجيش العربي السوري. هذا الجيش الذي شكل أسطورة أمام أنظار العالم أجمع، فمن واجبنا نحن الأساس. عيد ميلادنا نحن، فالأولى نحن أنه نكون المشاركين. إزاحة الستار عن نصب التذكاري إيلاف دمشقوس اللي صبغناه بلون الجيش، وأكيد كلياتنا مبسوطين وفرحانين، وإن شاء الله هيك الله يحمي جيشنا يلي بسببه نحن واقفين هون، وبسببه كملنا نشاطاتنا، وبسببه قادرين نعيش، وبسببه حافظنا على سوريا الوطن، عطراب سوريا الوطن. اليوم بمناسبة عيد جيشنا البطل الجيش العربي السوري، تم إزاحة الستار عن نصب أنا أحب دمشق اللي تقام هذه الفعالية بالتعاون بين منظمة اتحاد شبه ثورة وفريق دمشق التطوعي ومشروع بكرة لنا الذي تقيمه محافظة دمشق. تحية للجيش مناسبة عيد الجيش، يعني عيد الجيش هو حامي الأرض والعرض، وهو حمانا وتركنا عايشين لهلأ. الله يحمي إن شاء الله يا رب، ويرده لأهله سالم منصور، ويرحم شهدائنا ويصبر أهلهم يا رب العالمين. فعالية أحب دمشق ما هي إلا عربون شكر لكل جندي سوري منتشر على امتداد الرقعة الجغرافية السورية، فهم من أخذوا من شعارهم وطن، شرف، إخلاص، عقيدة. فكل عام وأنتم فخرنا، وكل عام وأنتم عزنا. مشاهدينا فاصل ومكفيين لإفقاراتنا الصباحية لليوم. تعالي الحمد لله، عزيمة قوية كتير، صمدنا بصمود الشعب. حيوا سوريا بلدنا، حي الله يخلينا الوطن، سيد الوطن. يعني نحن بلا ولا شيء حقيقة، لو ما الناس اللي عم تتابع معنا هذا الشيء أبدا ما كنا يعني صبرنا لهلا. يعني الناس هي اللي بتقدمنا وهي اللي عم تساعدنا. البلد بخير ومنحافظ عليه، نحن همتنا كلياتها في هذا الوطن، ما بدنا أكثر من هيك. نحن يا جيش الهز حطوات أنحاء الأرض، رغبتنا قوية وعنا أداء واجب، وإن شاء الله إن شاء الله منتصرين. الله راس حابب حقق الانتصار، أهم شيء هاي طبعا، وإن شاء الله عن قريب.
الدم بيرخص كرمال هيدي سوريا. محطتنا التالية سالي لليوم مع أجواء تخللتها روح المنافسة والمثابرة على التعلم والتدريب وغرس بذور الجد والاجتهاد ليكون القطاف عقول مثمرة وكفاءات وضعت أولى أحجار الأساس أو وضعت أولى أحجاج الأسار أساس لبناء المستقبل والمجتمع على قواعد معرفية ليثبت للعالم أجمع أن سوريا قوية بأبنائها وبعلمهم ومعرفتهم. أكيد زينب، وبهدف رفع مستوى الوعي الفكري والمعلوماتي وتطوير الكفاءة والقدرات المعرفية والتدريبية لموظفي جامعة دمشق وطلبة جامعة دمشق وتحت رعاية قيادة فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، أقامت الشعبة الرابعة حفل تخريج دورة قيادة الحاسوب والتواصل الإلكتروني وأمن المعلومات. لا نحكي أكثر عن هيدا الدورة، بيسعدنا نرحب بمسؤول لجنة الشباب في الشعبة الرابعة ومدرب في الدورة المهندس شعفر محمد. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم، صباح الخير لسمو جيشنا العربي السوري بألف خير وقائدنا بألف خير. أكيد يا جعفر، بدك تحكي لنا عن أجواء الدورة، كيف كان حفل تخريج الطلاب، خاصة أنه مثل ما حكينا بالمقدمة أنه هي تعتمد على طبعا العقول المثمرة والكفاءات. أجواء الحفلة كانت مشوقة جدا، تعرفي بعد ما عملوا الطلاب الامتحانات الخاصة بالدورة كانوا متشوقين ليعرفوا نتيجتهم، واللي زاد الحماس أكثر هو حضور رئيس جامعة دمشق وأعضاء قيادة فرع جامعة دمشق. تخللت توزيع الشهادات وتكريم لأعضاء قيادة جامعة دمشق ورئيس جامعة دمشق اللي لهم الفضل الأكبر بإقامة مثل هيك دورات. نعم جعفر، يعني خلينا نحكي عن المشاركين، عن عدد هالمشاركين بالدورة وشو شملت هيدا الدورة؟ طبعا. عدد المشاركين كان 61 موظف وطلاب جامعة دمشق. شملت مثل ما قلت بالبداية أنه هي برامج مكتبية بتساعد موظفين جامعة دمشق بالعمل الإداري، إضافة للتواصل الإلكتروني بحيث يواكبوا التطور خلال هذا العصر وشلون وأخذوا فكرة عن أمن المعلومات مشان يحموا برامجهم والشغلات اللي بيسووها ضمن القسم تبعهم من أي فيروس من أي اعتداء إلكتروني ثاني. زميلتنا لينا شايبون كانت متواجدة معكم وقالت لنا أجواء أيضا هالدورة وتخريج الطلاب، منتابع ونرجع من كيف الحديث. هذا حقيقة يعتبر عمل إبداعي متميز، مشكورة الشعبة الرابعة في فرع جامعة دمشق على القيام به، لأن هذا العمل أو نتاج هذا العمل له ترجمات على أرض الواقع فيما يخص الأعمال التدريسية الأعمال الأكاديمية. هذه الدورة طبعا تخرج منها 42 طالب، هذا يأتي ضمن برنامج الذي يقوم به رئاسة الجامعة مع قيادة الفرع ضمن المشروع الذي أطلقه سيد الوطن سيد الرئيس بشار الأسد حول الإصلاح الإداري. لذلك لابد من كوادر تعلم وتعرف كيف تتعامل مع الحاسوب. هذه الدورة ضمن سلسلة دورات إن شاء الله في القريب العاجل ستقوم بها قيادة الفرع بالتعاون مع رئاسة الجامعة. هذه الدورة قد تكون العاشرة التي قمنا بها خلال عام، دورة قيادة الحاسب الآلي ودورة أمن المعلومات انتسب إليها بحدود 100 منتسب إلى هذه الدورة من طلاب جامعة دمشق ممن يهتمون بمثل هكذا دورات، وقبلها قمنا بدورات فلكية ودورات جي بي إس ودورات أيضا تخصصية في علوم الطب والصيدلة. أيضا هذه الدورات تدفع رسوم رمزية قد لا تصل إلى 2000 ليرة سورية يدفعها المنتسب لقاء انتسابه إلى هذه الدورة، ويعود ريعها كما ذكرت لصالح صندوق الشهداء في جامعة دمشق. هلا هي الدورة فادتنا كثير، عرفتنا على برامج على الكمبيوتر احنا ما كنا بنعرفها، اكسس والاكسل والوورد، وحسينا انه كثير استفدنا يعني، وصار معنا شهادة فيها انه اي شركة او اي شيء انه
بيقبلنا اذا انه بده دوره كمبيوتر. كانت دوره كثير منيحه، تعلمنا منها كثير شغلات. اول شيء فتنا بالبدايه ما بنعرف شيء، فعلا انا عم بحكي كتجربه، انا فتت ما بعرف شيء صراحه. تعلمت على برنامجين الحمد لله، وعملنا فحص فيهم وكانت النتيجه كثير منيحه. طبعا غير الاصدقاء اللي تعرفنا عليهم والايام الحلوه اللي عشناها. هي غنى بالمعلومات كمعلوماتيه، يعني نحن انه شغلنا على الكمبيوتر بس انه اكسل واكسس انه زياده معلومات، انه يعني اجتنا كموظفين داعم منيح لشغلنا لزياده تطور لنا نحن كموظفين جامعه طلاب برامج هيك. يعني جعفر بعد ما تابعنا المادة اللي رصدتها زميلتنا لينا، خلينا نحكي عن الهدف من إقامة هيك دورات بظل هيدا الظروف. هلأ من بداية الأزمة فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي تميز بفعالياته النوعية والمميزة اللي كان هدفها رفع مستوى الفكر والوعي لدى الموظفين والعاملين بجامعة دمشق وطلبة جامعة دمشق. ومثل هاي الدورات، هي خصوصا هاي الدورات تعتبر نواة للإصلاح الإداري ضمن الإطار اللي حكى فيه السيد الرئيس مؤخرا. طبعا نحن مكملين بهي السلسلة من الدورات، هي كان جزء أول بس لحتى هاي أول دورة لكم هالسنة؟ لا هلا هي الدورة رقم 10 خلال السنة، لكن ضمن إطار الإصلاح الإداري كانت هي أول دورة. فكرة الدورة اجت من واقع المؤسسات الحكومية ضمن جامعة دمشق. بتعرفوا لما الموظفين ما بيكونوا بيتمتعوا بالكفاءة العالية لحتى يتعاملوا ضمن قسمهم مع البرامج الحاسوبية، هذا الشيء بيعمل خلل إداري. لأعطيكي مثال، مثلا هلأ بعنا بقسم الامتحانات أو بشؤون الطلاب لما بيجي ضغط عليهم شغل ومضطرين مثلا يطلعوا علامات الطلاب بأسرع وقت وما عندهم هاي الخبرة الكافية أو الكفاءة لحتى يتعاملوا مع برامج الحاسوب، هذا الشيء مع الوقت عم يخلق تذمر لدى الموظفين وبطء بالعملية الإدارية، وهذا الشيء حينعكس كمان على الطلاب. فكان من واجبنا نحن أنه نبلش بالخلية الأساسية لأي مؤسسة واللي هي الموظف، ونطورها ونسلحها بهي الكفاءة العالية. قد ايه كان عدد المشاركين بهي الدورة وشو البرامج اللي قدمتوا لهم اياها؟ تمام، هلا عدد المشاركين اللي انتسبوا طواعية للدورة كان 61 طالب، كان في رسم اشتراك بسيط جدا يعود ريعه لصندوق شهداء جامعة دمشق. بالجزء الأول من هي الدورة قيادة الحاسب والتواصل الإلكتروني وأمن المعلومات، تعلموا فيها برنامج الأكسس والإكسل متقدم، أخذوا فيها معلومات متقدمة بتسهل عليهم عملية العملية الإدارية بشكل عام بأقسامهم. إضافة لهالشيء تعلموا أصول التواصل الإلكتروني بين الأقسام، وأيضا أمن المعلومات، إلنا في بداية الحديث أنه شلون يحموا معلوماتهم على حواسهم الشخصية. تمام. يعني جعفر خلينا نحكي عن تجاوب الطلاب، يعني قديش كان في تجاوب، قديش كان في روح للتعاون. كثير كان بداية أول شيء الجو غريب أنه خلطت بين أعمار مختلفة بين موظفين وطلاب، لكن يوم عن يوم كان تجاوب والتعاون بين بعض أكبر وأحلى. كان في روح حلوة ومرحة، كان في شوق ليجوا على الدورة بشوق لحتى يتعلموا هاي المهارات الجديدة. ويوم عن يوم حسينا انه عم يصير في تكامل بين الطلاب والموظفين يحكوا لبعض. يعني التجاوب مثل ما قلت كان وروح التعاون موجودة، وأكيد طبعاً. يعني أنتوا كدوركم كان دور كتير كبير بإقامة هيدي الدورات اللي بتفيد شبابنا. بدنا نتشكر كتير وجودك معنا لليوم جعفر، وبدنا نتمنى لك التوفيق. شكرا لك. ببداية بس أخيرا بدي أتشكر رئاسة جامعة دمشق وفرع جامعة قيادة فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي والشعب الرابع بشكل خاص. شكرا
كثير لألك أكيد موفقين. وأيضا تحيتنا لكل رئاسة الجامعة. أما مشاهدينا هلأ بننتقل لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر الأخبار اللي عم تشهدها الساحة السياسية مع زميلنا بهاء خير. يسعد صباحك بهاء. يسعد صباحك زينب. موجز الأخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. رئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة يؤكد في كلمة بمناسبة الذكرى 72 لتأسيس الجيش العربي السوري وجهها عبر مجلة جيش الشعب، أكد أن سوريا تواجه عدوا إرهابيا تكفيريا لم يعرف له التاريخ مثيلا في الغدر والحقد والكراهية، ومن ورائه أطراف عدة إقليمية ودولية تسعى منذ سنوات للسيطرة والهيمنة على المنطقة بأسرها. وقال الرئيس الأسد: استطعنا الصمود وحققنا الكثير من الإنجازات التي تتواصل تباعا بفضل بطولات الجيش وتلاحم شعبنا الأبي ودماء شهدائنا الطاهرة التي عمدت تراب سوريا وطهرته من رجس المعتدين. بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبمناسبة الذكرى 72 لتأسيس الجيش العربي السوري، قام العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش وزير الدفاع بزيارة ميدانية لبعض مواقع تشكيلاتنا المقاتلة في ريف دمشق الغربي، ونقل محبة وتقدير الرئيس الأسد للمقاتلين لجهودهم التي يبذلونها في الدفاع عن الوطن وصون حدوده، واطلع على جاهزية القوات والإجراءات والأعمال التي يقومون بها في حماية المناطق الآمنة. قضت القوات المصرية على إرهابي ودمرت عربته ودراجتين ناريتين خلال عملية لها وسط سيناء، اعتقلت خلالها أيضا اثنين من داعمي الإرهابيين. وقال بيان لوزارة الدفاع المصرية إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية من استهداف أحد الأوكار التابعة للعناصر الإرهابية التكفيرية وسط سيناء، ما أسفر عن مقتل إرهابي وتدمير عربة دفع رباعي ودراجتين ناريتين، فضلا عن إلقائها القبض على شخصين آخرين بحوزة أحدهما مبالغ مالية كانت في طريقها لدعم العناصر الإرهابية التكفيرية. أكدت إيران عزمها الرد الحازم والمناسب على الحظر الأمريكي الجديد الذي يشكل تناقضا لتعهدات الولايات المتحدة بموجب الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1. وقالت اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق النووي برئاسة الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعها بأن الإدارة الأمريكية تناقض تعهداتها حول البنود 26 و28 و29 من الاتفاق، داعية إلى ضرورة رد إيران الحازم والمناسب واليقظ على مواقف الإدارة الأمريكية. في خبرنا الأخير، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية الشعبية أن نجاح بيونغ يانغ في الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي من طراز هواسونغ 14 يثبت كفاءة كوريا العلمية ومقدرتها على الإطلاق المباغت في أي منطقة ووقت مشددا على أن كل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية ستكون في مرمى النيران الكورية في حال شنها أي عدوان ضد كوريا. نهاية الموجز وعودة للزميلات في استوديو صباح نغير. شكرا لك بهاء خير من غرفة الأخبار. أكيد مشاهدينا مكملين بفقرات صباح نغير. هلأ محطتنا زينب الختامية لليوم مع صاحب حرفة تميز فيها وتميزت فيها سوريا أيضا، هي حرفة تصنيع الأوسمة والميداليات التذكارية. ضيفنا لليوم الحرفي عبد الله كوكاش اللي نفذ فكرة الوسام الخاصة بالإخبارية السورية بمناسبة عيد الجيش العربي السوري. رح نتعرف منه اليوم عن تفاصيل تنفيذ هالتصميم وتفاصيل أيضا عن الأوسمة والميداليات بشكل عام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.
يسعد صباح الوطن أول شيء، ويسعد صباح شهدائنا اللي ربوا دمهم ربوا الأرض بدمهم الطاهرة. بدنا نقول لهم الله يرحمهم، وبدنا نطلب الرحمة لجرحانا، شفاء العاجل لبواسلنا. وبدنا نوجه تهنئة من القلب للسيد الرئيس رئيس الجمهورية العربية السورية القائد العام للجيش والقوات المسلحة الدكتور بشار الأسد بهالمناسبة اليوم 1 آب عيد الجيش العربي السوري. وإن شاء الله نحن منضل من انتصار لانتصار، ومنقدم كل التضحيات لتضل سوريا متقدمة ومتطورة وبأحلى المراتب إن شاء الله يا رب. بداية خلينا نحكي عن الوسام الخاص بالإخبارية السورية، واللي هو فكرة الإخبارية السورية طبعا وتنفيذ حضرتك. نحكي عن المراحل، كيف ثبتنا لوصل لهيك. أول شيء بشكر فريق الإخبارية اللي أنا طلبني أنه لبي هالطلب. هذا هو الشعار، جزء من حياتي أنا وجزء من الاختصاص أنا اللي مختص فيه. أنا مختص بتصنيع الأوسمة والشعارات والميداليات والدروعة، وخاصة للجيش العربي السوري مفرغ حالي أكتر شيء أنا. الوسام عبارة عن شعار لكل إنسان أنا حبيت أنه يلبسه بهالمليون بالمناسبة. يمكن نحن عم نشوف هلأ مراحل يلي تم فيها تصنيع هذا الوسام يلي كان فكرة الإخبارية. هي مراحل سريعة، بس المراحل هي الحقيقية طويلة، بس الفترة اللي صارت أنه نحن استعجلنا كتير بتنفيذه لأنه كان الوقت قليل. أكيد. واليوم كل مذيعي الإخبارية السورية رح يكونوا أيضا لابسين هيدا الوسام. أكيد هو وسام هو الوطن والشرف والإخلاص الخاص بالجيش العربي السوري. صح. اللي هو فكرة الإخبارية مثل ما قلنا وتنفيذ حضرتك. يعني حضرتك صممت أكثر من 2400 وسامة وميدالية، تحكي لنا كمان عن شو بيميز صناعة الأوسمة بسوريا. نعم، هلأ رقم 2400 وسام تقريباً وعمل بشكل عام. نعم. هو كان سنة 2009. هلأ نحن بدنا من بعد إذنكم نعدل الرقم، نزيده طبعاً. 2400 عمل هو كان سنة 2009 وقت أنا أخذت جائزة الكواليتي. نعم. جائزة الجودة العالمية بسويسرا بجنيف بال 2009 ب 26 تشرين الثاني. عن أي وسام كان شغل بشكل عن الوسام؟ شغلي عام، عن الشغل بشكل عن شغلي عام. نعم. كان لي 2400 عمل ناجح ومميز، وطبعا بعد اختبار كتير منه للأوسمة وللمواد اللي اشتغلتها بعدة دول أجنبية أخذت الجائزة. أما هلأ أنا بدي أخبركم أنه صار عندي لل 2017 شي 5700 عمل. يعني ما شاء الله، إن شاء الله يزيدوا دوبل دوبل. هلأ بالأزمة يعني الأزمة كتير شجعتني أنه أنا أشتغل أكتر. نعم. وطور عملي أكتر، لأنه أنا من أول يوم بلشت الأزمة اعتمدت شغلي أنه سوريا بدها تنتصر. إن شاء الله. أكيد. وانتصرت هي. أنا أخذت خط أنه أنا تابع بعملي، أنا جندي من الخلف وجنود اللي من الأمام اللي أخذت النار هني بيدافعوا عنا. ما بحب أنه التهي عن عملي أنا واشغل بالي باشياء تانية. في مين؟ القائد الدكتور بشار الاسد هو اللي متولي امرنا، والجيش اللي اليوم عيد ميلاده بنقول له كل عام وانت بخير. اكيد. هن بيتولوا الدفاع عنا ودافعوا عنا بكل شرف واخلاص. انا بروح بدافع عن سوريا بمصلحتي بمهنتي. اكيد. حتى نكون من الداخل ومن الخارج. نعم. يعني أقوية. تابعت عملي وأنا ما وقفت ولا ساعة، ولذلك كان العمل كتير ضغط علي ونفذت كتير من الأعداد الأعمال والأوسمة. نعم. يعني الله يعطيك الصحة والقوة. خلينا نحكي عن الحرفة يلي أغلبها هو يدوي، ولكن دخلت الآلات حديثا. صح. قديش مهمة الدقة بعمل الوسام والميدالية؟ قديش يعني الدقة هي عامل أساسي فيها؟ هلا الدقة عامل أساسي، وهي عمل يدوي بحت، ولكن دخلنا الآلات. يعني ما بنقدر كمان نستغني عن الآلات. الآلات نحن بنستعملها لتسريع العمل. نعم. بالسابق من زمان ما قبل التكنولوجيا اللي صارت والكمبيوترات، كنا ننفذ العمل كله على ايدنا، نرسم على ايدنا
ونحفر القالب على ايدنا كمبادئ اوليه. بس وقت صار تكنولوجيا وصار في طلب وانشهر الوسام السوري اللي صرت صنعه انا الاوسمه بسوريا وصار عندي كمان طلبات لبرا، دخلنا المكنات، المكنات دخلناها لتسريع الوقت. بس اما العمل المتناهي هو عمل اليدوي والدقه. نعم اكيد، يعني الاوسمه بما انه لك عدد كبير من الاوسمه واخذت جائزه عالميه عليهم، فاكيد كمان هي الحرفه لازم تعلمها وتحافظ عليها. يوم عم نشوف نموذج هو خاص بالجيش العربي السوري، قد ايه مثلا مثل هيك وسام ممكن ياخذ معك وقت، وقد ايه بده دقه وافكار؟ اول وحده انا اتجهت اتجاه ثاني. انا وقت بلشت بشغل الاوسمه واجتهدت فيها ونجحت نجاح كبير متطور يعني وسبقت الوقت اللي كان فيه، حبيت أنا لتقوم هالمصلحة هاي وهالحرفة تنتهى. فورا استندبت أخذت ابني الأولاني الكبير البكر وعلمته الشغل. نعم. حتى دائما الحرف بيتوارثها الأبناء طبعا، حتى إذا صار شيء يكون ابني متابع فيها حافظ على هجل حافظ عليها، لأنه هي مهنة عالية الدقة وغير موجودة وبدها حب طبعا، عشق بدها عشق. وهي مو موجودة عندنا لا بسوريا ولا بالشرق الأوسط. صحيح، هي موجودة ببلاد أوروبا، ودائما هو الوسام حتما بده ينجاب من سويسرا أو من فرنسا. تماما. أنا اجتهدت فيها ولقيت حالي ناجح، فورا أخذت ابني كان بالمراحل الأولانية من عمره، علمته المصلحة وخليته يتابع العلم لحد معين. نعم. ونجح معي، كنا بالبدايات الشغل اليدوي هي بالتسعينات تقريبا بال92 كان العمل يدوي. تابعنا ونجحنا وقدمنا كتير أعمال حلوة وناجحة. كمان بعد بفترة صار تطور مفاجئ، الكمبيوتر دخلت التكنولوجيا وهالأعمال الجديدة. كمان اضطريت أنه جيب ابني الثاني ونزله على التكنولوجيا وعلى كل شيء حديث يعني قصدك التصاميم انت صرت تدخلها على على الكمبيوتر. هلا بالاول بالاول كنا نستعين باشخاص يصمموا ويرسموا. تماما. هلا انا حاولت ادمج كل هالمصلحه. حلو. هن بتتالف من 10 مصالح، انا حاولت ادمجهم كلياتهم بمهنتي شخصيا، واستغليتها انا بطريقه انه انا متفرغ كثير لها. نعم. كثير متفرغ وفي عشق بيني وبينها، وبعدين أنا ما عندي أي شيء تاني بيلهيني عن شغلي. No. وضميت ابني الأولاني لشغلي وضميت ابني الثاني لشغلي، صرنا بقى نقدر بأقصى سرعة نلبي طلبات الزبائن. نعم. أنا بدي منك كلمة، كونك حرفي لذاته ومتمسك بحرفيته ومهنته وعنده هذا العشق لمهنته، لكل اللي عندهم مواهب رغم ظروف الحرب، اللي عنده مهنة، اللي عنده موهبة، اللي عنده شغل، قدي الإرادة هي مطلوبة اليوم فعلا لتوصل لمراحل حتى إن كانت حرفة أو مهنة. هلأ أول شيء أنا بدي أقول لهم إنه الأزمة والحرب اللي مضى علينا ما لازم يأثر على أي صناعي، نحن جنود بمعاملنا. نعم. المفروض مثل ما جنود عم تحارب على الجبهة وعم تستبسل وتستشهد، كمان نحن لازم نكون بضمن معملنا لحتى نحن نكون جنود من داخل الوطن. بقول لهم للحرفية وللصناعية إنه قد ما فيهم يبذلوا جهد ويتابعوا التطور ويحاولوا إنه يجمعوا أكتر فكر عندهم. نحن عنا هون أيدي عاملة كتير جيدة وعنا أفكار كتير نظيفة وكتير مبدعة، خرج نتساعد كلياتنا ونعمل أعمال كتير حلوة لحتى ما نضل نعتاز أي شيء من بريد سوريا، يصير عنا كفء ذاتي. وبدها شوية دوام طويل. أنا بدها إرادة وبدها دوام طويل. يعني أنا ما بيكفيك اليوم اشتغل 6 ساعات وبدي لبي رغبة العالم كله، أنا بدي اشتغل 16 ساعة، وأنا عم بشتغل 16 ساعة وبهالأزمة كلياتها ما نزل يوم دوام ساعة عن 16. استفدت ونفذت أعمال كتير حلوة ونجحت وأخذت عدة نجاحات جديدة، وإن شاء الله منضل نحن على طول هيك منتطور. وطبعا بدي أشكر كتير جهات رسمية. نعم. عامة اشتغلت لهم وهن ساعدوني كتير وشجعوني. كمان أنا العالم هي جزء من حياتي،
انه تشجعني وتساعدني، وبتشكر كمان كثير في اشخاص بيساعدوني و... نعم وبيكونوا أكيد معي. أكيد نوجه لهم شكر وتحية، وبدنا نتشكر وجودك معنا لليوم يلي أضفت اليوم كمان بتصميمك الحلو نكهة خاصة للحلقة. بدنا نتشكر كتير وجودك معنا. خلي لي إياكي. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا. وأكيد بدنا ننوه سالي إنه اليوم في فيلم وثائقي أيضا عن حرفة الأوسمة طبعا لزميلتنا سلمى عودة رح ينعرض على شاشة الإخبارية السورية. ونذكر أيضا إنه اليوم كل مذيعي كل مذيعي الإخبارية السورية حيكونوا أيضا لابسين هيدا الوسام اللي هو فكرة الإخبارية وتنفيذ حضرتك. شكرا لإلك وشكرا لوجودك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا زينب. هلأ بختام حلقتنا لليوم رح نروح سوا بآخر محطاتنا لكلمة ختام مميزة لأبطالنا بالجيش العربي السوري. منتابع ومنرجع للفنان دوريد لحام. منرجع عيد الجيش أنا برأيي هو أحلى وأقدس أعيادنا، ونحن مدينين بحياتنا لأبطاله اللي وقفوا وقفة العز بالجبال بالوديان بالصحاري بالحر بالبرد لحتى نحن نعيش. أنا برأيي ما في كلام بيقدر يوفي جيشنا، يعني أنا شخصياً ما بملك إلا كلمة شكراً لهذا الجيش، شكراً لأبطاله، شكراً حماة الديار، وعليكم السلام. صباحنا لليوم وصل للختام. بنبقى نذكر مشاهدينا بأنه الإخبارية السورية رح تبقى مكفية معكم بتغطية لأبرز الأحداث على الساحة السياسية العربية والعالمية. تحيتنا ومعايدتنا الكبيرة لأبطالنا بالجيش العربي السوري. الله يحميكم، أنتم عزنا، أنتم شرفنا، وأنتم فخرنا. أكيد، يعطيك العافية سالي وشكرا إليك. اليوم كان معنا محطات متنوعة تعكس نبض الحياة بسوريا بكافة المجالات، مع تحية خاصة لحماة الديار. كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم الوطن والشرف والإخلاص. موعدنا بيتجدد على توقيت دمشق بكرة بنفس التوقيت. تبقوا بخير. باي باي.